عليكم. اليوم نروح للمدينة تاع النابة لنقف على مركب إنتاج المعدات الإلكترو منزلية والإلكترونية، وهذا إثر زيارة تاع والي ولاية النابة إلى مركب ريلان لإنتاج إذن شاشة التلفزيون والثلاجات والغسالات وكل أنواع الأجهزة الإلكترومنزلية، واللي يعرف حاليا توسعة كبيرة واللي تخلقت 300 منصب شغل جديدة، يعني تنضاف إلى 1000 منصب شغل الموجودة حاليا في هذا المركب المتواجد في إقليم بلدية عنابة. إذن نخليكم تتابعوا هذا الفيديو حول الزيارة نتاع والي ولاية عنابة الجديد إلى مركب ريلان لإنتاج المعدات والأجهزة الإلكترومنزلية، والسلام عليكم. ولتنويع نسيجها الصناعي يهتم الفاعلون بولاية عنابة بمرافقة مشاريع مصانع الإلكترونيك والأجهزة الكهرومنزلية التي تعتبر حديثة النشأة في ولاية كانت تعتمد إلى وقت قريب على الصناعات التحويلية. تتفاوت نسب الإدماج هنا، ولكن الأكيد أن عنابة تسعى لأن تتحول إلى قطب للصناعة الإلكترونية، وبسواعد شابة هي الأخرى تسعى لصنع الفارق. الآن عندي 3 سنوات هنا في عنابة، أنا مهندس هندسة كهربائية. لاحظت أنه هناك بعض من التقدم هنا في عنابة وبعض ونية في العمل هنا في مدينة عنابة. أنا من 2019 وأنا في الشركة دي، جيت من مصنطر عبير ومندفر، وإحنا شباب في عنابة هنا عنا وهو كبير ربي يبارك. علامات كبرى تستوطن منتجاتها بعنابة، هنا الدقة في التركيب حفاظا على جودة المنتوج الذي يطرح بأسعار تنافسية. تم إطلاق مؤسسة سنة 2018، انطلقنا في الإنتاج بمعدل قدرة إنتاجية في تلفاز 100,000 تلفاز سنويا، في الثلاجة 60,000 ثلاجة، في الغسالات الكهربائية ب 60,000 غسالة. بدينا بشوية، بدينا ب10 عمال، الآن الحمد لله في الهوت سيزون نوصلوا حتى 1000 عامل. البرودوي تاعنا معروف في الجزائر، اوني جو بو دير كوني بارمي لي برومي 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 في لا كاليتي دو نو برودوي. كل هذا بفضل منشآت عنابة القاعدية، من ميناء، من مطار، من سكك حديدية، يعني سهل ولوج المواد الأولية وكذلك المنتوج النهائي. تحول عنابة إلى الصناعة الإلكترونية يعد تغذية لنسيجها الصناعي، خاصة في ظل النسب الإدماج العالية.